السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ الامور هانية؟ دايرين؟ رمضان هو سالا قربي سالي ما بقى والو. واش اخباركم؟ كديري مع رمضان؟ كيدوز رمضان يا دوز الهواش ان شاء الله. المهم الحمد لله وشكر لله. بالنسبة لي انا الحمد لله رحنا غاديين غنضرو نفسو شوية ونفسو عايشين فيها. واش تأقلمتوا مع الوضع؟ واش لقيتوا شي افكار جديده باش تستغلوا الاوقات ديالكم؟ واش تديروا باش تجددوا النشاطات ديالكم؟ وانا بالنسبه ليا مره كندير شويه ديال السبور، مره كندير شويه ديال ديزاكتيفيتي مع البيدات، كندير شهيوات. لان نحن دابا جالسين على الشهيوات شهيوات شهيوات، يعني الحمد لله، يعني ما كاينش الخروج، ما كاين والو، فما كاين مد غير اننا نجدو مره شي شهيوه للوليدات شي حاجه هكا. المهم الحمد لله والشكر لله. بون اليوم بالنسبه لليوم هذا الفيديو ديال النهار جيت باش نشارك معكم واحد تشيز كيك تيج غزال غزال غزال، تنقول له تشيز كيك ديال لوتيس تيجي غزال، يعني تنتمنى تجربوه يعجبكم ان شاء الله. وبالنسبه لحاجه اخرى نشارك معكم ان شاء الله واحد البسبوسه، نقدر نقول لها بسبوسه برستيج، بسبوسه مودرن، بسبوسه جديده يعني غزاله تبارك الله. حتى هي كنتمنى تجربوها وان شاء الله تردوا عليا وما تندموش ما تندموش، تعجبكم تعجبكم والحمد لله. ويلا تفضلوا معايا باش تشوفوا الوصفات. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا ما بين 150 غرام حتى 200 غرام ديال البسكوي لوتيس، كنحتاجو زبدة اللوتيس، كنحتاجو الجبن نوعية جيدة، يا كيري يا شي جبن اللي كتستعمل كيعجبكم، حتى ستانشيز كيك، كريمة الخفق و 125 غرام ديال الزبدة لي أندوبوها باش تجمع لينا البسكوي ديالنا. بالنسبه لاول مرحله كناخذوا البسكوي كنديروه في طحانه ولا بيدينا كنطحنوه كيولي على هذا الشكل، كنزيدوا عليه الزبده المذابه وكنجمعوا الخليط كيولي على هذا الشكل، كندخلوه للفرن لمده ديال 5 دقائق 10 دقائق حتى كتحس به شويه هذا، وكنخرجوه وكنسخنوه على هذه المرحله ما ندخلوش للفرن. دابا نديروا الكريمه ديالنا نخفقوها هي الاولى، صافي تتولي على هذا القوام. كندوزو كناخدو الجبن ديالنا كنضربو كنزيدو عليه زبدة اللوتيس جوج ثلاثة المعالق كبار على حسب نتوما المذاق كيبغيتو يكون مجهد ولا ناقص. صافي كيولي على هذا الشكل كناخدو كنخلطو غير بشوية مع كريمة ديال الخفق فاش طلعت، صافي غير بشوية باش مطيحش لينا، يعني كناخدو من التحت حتى الفوق. صافي الكريمة ديالنا جاهزة، نديروها صافي نديروها دابا نقادوها بهاد الطريقة غير بشوية. صافي نديرو بابي أليمونتيغ نغطيوها ونحطوها في الثلاجة لمدة ديال المهم كتراوح ما بين 4 سوايع حتى الليلة كاملة، مية من الأحسن تخليها ليلة كاملة، سينو نحطها في الفريكو 3 سوايع 4 سوايع راك تكون موجودة. صافي بالنسبة هي وجدت لينا نخليتها ليلة كاملة، هي وجدت لينا دابا ندور فيها زبدة اللوتيس كندوبها يعني في الميكرووند ولا شوف نتوما فين ندوبها. صافي كتحطها ياك تحاول ما تقصهاش تحاول غير كتحطها وكتخليها حتى كطلق راسها كتسحر راسها غير بشويه بشويه. صافي كنزوقها بهذه الطريقه، درت فيها البسكوي اللي بقى لي شويه مطحون درته في الجوانب، كل واحد كيزين بالطريقة ديالو بالصحة والراحة. تبارك الله جات غزالة، أنا نجربها دابا نذوقها، يعني فغيمون هاد تشيز كيك إلا جربتيه ما تسخايش بيه غزال بزاف، تما المذاق ديالو ولا أروع. صح
ساق لكم شتي القوام ديالها. هي دابا زبده اللوتس كتساعد باش كيبقى القوام ديالها، يعني ما كنحتاجوش الجيلاتين، ما كنحتاجو والو. جيتكم بتشكيله بسبوسه بخمس نكهات اللي تعجب الدراري الصغار والكبار. بالنسبه لهاد البسبوسه نحتاجو فيها البيستاج، كابوتشينو، نوتيلا، بسكويت دو لوتوس. كنحتاجو فهاد اللي كنستعملوه في الكاب كيك، سينو هاد الكاب كيك قويطات ديال الكاب كيك حتى هما نستعملهم انايا. بالنسبه للمقادير نعطيكم دابا المقادير. نحتاجو الحليب المركز، نحتاجو 250 غرام ديال السميده، جوج خمارات حمر، جوج بيكن باودر، جوج بيكن باودر، جوج بيضات، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت. ندوزو للتحضير. نديرو اول حاجه نديرو جوج بيضات، نزيدو له سكر سنيده، نزيدو قبصة ملح ونطربوه مزيان حتى يضعف الحجم ديالو، نزيدو كاس ديال الزيت ونخفقو غير شوية ماشي بزاف، نزيد الحليب المركز مقدار 3 ديال المعالق كبار، تقدر تزيدو الفانيلا، أنا هنايا غير نسيت ما زدتهاش، تقدر تزيدها ما تقدر تستغني عليها ما بغيتش تزيدها ماشي مشكله. ودابا فاش كيوجد الخليط كان صافي، دابا الخليط ديالنا وجد مزيان. دابا صافي كملنا كاع السميده اللي عندنا، ندوزو للمرحله ديال النكهات. نقسم انا هنايا قسمتهم على خمسة، هادي النوتيلا وحتى درت فيها حتى اللوتوس، هنا بيستاج، وهنا الاوريو. صافي خلطتهم مزيان ودخلتهم الفرن على درجه حراره 180 درجه. صافي خاتت تقريبا 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. صافي تاوجتو مزينتهم بهذا الشكل. اول حاجه فاش خرجوا درت فيهم الحليب المركز مخلط بالحليب، سينو تقدر تخلطوه بالماء حيت خاصك ضروري تسقيها، سينو ديروا الماء والسكر وتسقيوها بيه، سينو ديروا الماء والحامض والسكر، يعني تعطيو شي نكهه المهم اللي بغيتو. بالنسبه للتزيين على حسب الذوق ديالك وبالصحه والراحه. تبارك الله كتجي رائعه رائعه، يعني المذاق ديال النوتيلا ديال الاوريو ديال هذا ولا اروع. وبالصحه والراحه ومرحبا بكم معايا، شكرا. انتما تجربوا هذه التشكيله ما تندموش عليها. بالنسبه لعجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بجيم بارطاج، تفعيل الجرس. نهاركم مبروك وكنتمنى لكم شهيه طيبه، وجربوا الوصفه كما قلت لكم ما تنوش عليها، وبصحه وراحه. نهاركم مبروك.